الصافي. هلا ناطرين الوفد السوري للمشاركه بالمهرجان السينمائي الشام الثاني، ولحضرتك المؤسس هذا المهرجان والمدير، واكيد كنت مخطط لهالشيء من زمان، فشو شعورك هلا وانت ناطر الفنانين نجومنا السوريين وهن جايين؟ طبعا اول شيء يعطيكم الف عافيه. هذا الجهد مو انا، هذا كلنا نحن كشباب سوريين اشتغلناه، بلشنا من 2017 بمهرجان واحد، كان لنا الشرف انه نستدعي اهم النجوم، وهلا حاليا الحمد لله نجحنا بالدوره الثانيه بعد شغل طويل، شغل وتعب كثير. انا فخور لانه حاليا نجحنا بمهمه انه نوصل الرساله للمره الثانيه باستراليا، وخاصه نوصل رساله للمجتمع الاسترالي. هاي الدورة بتحمل اسم فناننا العظيم العربي والمشرق دائما دريد لحام، لماذا اخترت هذا الاسم وهذا العنوان الكبير للمهرجان؟ دريد لحام اسم لحاله، ما احنا ما بنختار الاسم، هو وقت ما رحنا نحن كان هذا شرف، انه نحن بالصراحة ما كنا متوقعين، بس استاذ دريد معروف بحبه لسوريا، وهو من الايقونات يلي خلتنا نحب سوريا. نحن وقت ما اقترحنا عليه لانه شافنا شباب سوري منحب البلد، اعطانا هذا الشرف ليكون نسمي هذا الدوره باسمه. طبعا شرف كثير كبير لنا ومسؤوليه كثير كبيره، لانه نحن عم نحمل اسم ايقونه لازم نمثلها باحسن تمثيل، وخاصه عم نحمل شيء لرسائل وافلام سوريه واسم الاستاذ دريد لحام. يعني هاي المسؤوليه كثير كبيره ووسام بالنسبه لي ولنا كلنا كسوريين، خاصه كشباب سوريين اللي انتم بسببكم كمان نحن قدرنا نقوم بهذا المهرجان داخل مدينه سيدني، وهلا ان شاء الله الاسبوع الجاي بملبورن. ما بتتخيل يعني الحكي عم بحكي هلا ولسه فيني اطلع احكي اكثر من هيك كمان. طبعا بنوجه تحيه لاستاذنا الكبير دريد لحام، والجاليه كلياتها هون ناطره تشوف وجهه الابيض الساطع طبعا عبر الشاشه، وصدقني الكل هون عم يسالونا دريد لحام جاي، الاستاذ دريد لحام جاي، فنتاسف لعدم جيته لظروف معينه، بس بنوجه له تحيه كبيره باسم الجاليه العربيه هون. طبعا في شيء ضروري، يعني نحن هلا حاليا مستدعيين اهم من اهم نجوم الوطن العربي، المدام كندا حنا، الاستاذ فادي صبيح، الاستاذ محمود نصر، المخرج المبدع يلي بسببه نحن قمنا بمهرجان شام الاول، الاستاذ باسل الخطيب، المدام ديانا جبور. طبعا ونحن بنوجه الشكر كمان للمدام صباح الجزائري، مدام ديما قندلفت، الانسي ميسون، شاركوا بالدوره الاولى، شاركوا بالدوره الاولى لانه بسببهم وبسبب دعمهم صدقيني ما في كثير فنانين بيقبلوا بهيك دعوات، نحن بالعكس اني دعمونا وبسبب دعمهم هذا المهرجان الحمد لله صارت الدوره الثانيه. بنوجه لهم تحيه كبيره لإلهم، وبنوجه تحيه كبيره للشباب السوري المتطوع اللي هلا حاليا اللي عم بيشتغل هلا حاليا من وراء الكواليس اللي هن جنود المجهولين، لانه بسببهم هذا المهرجان الحمد لله عم يكبر، وان شاء الله حنوصل نكون من اهم المهرجانات بالعالم. اكيد بهمتك وبهم بهمه الشباب هون. كلمه اخيره بتحب توجهها بهذا اللقاء؟ طبعا الكلمه الاخيره هي بدنا نتشكر الداعمين يلي دعموا المهرجان يلي من السنه الماضيه وهلا حاليا يلي دعمونا، طبعا بسبب الدعم يلي قاموا به الداعمين الاساسيين السبونسرات يلي هلا حاليا بتشوفوهم كلهم عن طريق صفحه مواقع التواصل الاجتماعي. نحن بنتمنى لسه بيكون في دعم اكثر، كل ما كان الدعم من رجال اعمال هذا المهرجان بيكبر وبيصير من اهم المهرجانات بالعالم، فبنتشكرهم كثير، وبرجع بتشكر مره ثانيه وثالثه الشباب السوري المتطوع يلي هلا حاليا بسببهم هذا المهرجان عم يكبر كل يوم عن يوم. شكرا، يعطيكم العافيه. شكرا لك استاذ صافي، وان شاء الله بنشوفك بالدورات القادمه. وننتقل هلا للشباب السوري اللي عم يدعم هذا المهرجان واللي مشارك بهذا النشاط الكبير، فشو بتحب تحكي بهالمناسبة؟ نحن هلا ناطرين دقائق وبيطلعوا الفنانين السوريين، طبعا نحن جايين من ميلبورن، نحن شباب سوري متطوعين وناطرين هلا الفنانين، العالم كله مجمع حوالينا ناطره هاللحظة، هي اللحظة ما كانت رح تصير لولا جهد إدارة المهرجان، شيء كثير فريد نوعه طبعا ولا صاير قبل من استراليا. الدورة الثانية باسم دورة دريد لحام، نحن طبعا كلنا كمتطوعين لنا شرف إنه نحن مشاركين تحت اسم هذا الفنان الكبير السوري. يعني الإحساس نفسه اللي حسيناه السنة الماضية، نحن هلا شعارين انه بجو البلد وحاسين انه بين اهلنا وبين ناسنا، اللي عم نشتغل دائما انه يكون شيء افضل. السنه
رح يكون يعني شيء افضل من السنه الماضيه ان شاء الله، والدورات القادمه كل ما رح يتحسن ورح تكبر. بس بظن انه نحن وصلنا لاسم دريد لحام من الدوره الثانيه، فنحن وصلنا للقمه، وان شاء الله يعني بالسنين القادمه بنضل متابعين على نفس المستوى. ان شاء الله بهمتكم بيكبر هذا المهرجان اكثر واكثر، ويعطيكم العافيه يا رب. مرحبا، يا اهلا. الله يسلمك، شكرا. شعورك وانت بارض استراليا لاول مره على ما اظن؟ يعني اول مره. ايه شعوري بدي بس ارتاح، لانه سفره طويله وبعدي ما بعرف شيء عن البلد لحتى اقول شعوري ابدا. متحمس اكيد. ومرحبا. مرحبا، متحمس اكيد لا شك. يعني هلا بطلت تعبان، بس شفتكم هيك بطلت تعبان. مرحبا. ان شاء الله. ميرسي، شكرا لك، بتشرف، شكرا. I'm fine, thank you. الحمد لله، الله يسلمك. كيف كنت؟ تمام. تسلمي لي يا داد. فعلا هي فرصة كتير حلوة إن نرجع نلتقي مع أصدقائنا وأحبابنا وجمهورنا بأستراليا، وبتمنى هيك نكون جايبين لهم أفلام يحبوها هيك وبتنال رضاهم إن شاء الله. تسلمي لي يا رب. تسلمي لي يا داعت. شكرا شكرا. هلا هلا حبيبي، الله يسلمك، اهلا وسهلا. طويله شوي. ايه اول مره، بس يعني منيحه لانه جايين نشوفكم كمان. تسلمي، شكرا جزيلا. اكيد 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 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ونحن جايين نشوف الجالية ونشوفكم انتم ونتعرف عليكم وهيك نكسر البعد هذا والحدود. اي اوكي، شكرا شكرا شكرا. لا ان شاء الله السنه الجايه والبعده هيك شكلي، لانه فايته مبسوطه.
حبيبتي 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 اهلا فيكم وميرسي كثير لكل هاي الاجراءات. دخيل عائلة استاذ زريد اكيد 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 وان شاء الله هيك مبيض وشه هون. لا بالعكس كثير مبسوطين بس مو غلط ما نطول على بعض حبيبتي. هلا هلا ميرسي ميرسي. الحمد لله على السلامه ست ريانا ست الاعلاميه الاديبه المتالقه دوما. الله يسلمك واهلا وسهلا فيكم. ونحن اشتقنا لجاليتنا الغاليه اللي دائما هيك بتلاقي للسوريين باكبر قدر هيك من العاطفه والحماسه، فهذا الشيء الحقيقه بشجع كثير انه الواحد يرجع مره واثنين. يعني السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها طبعا نحن ما بتعرفي قدر سعادتنا كبيره بوجودكم حبيبتي حبيبتي والسوريين وسوريا كمان بتكون سعيده دائما لما بيكون في جاليات هيك بترفع راس سوريا. حبيبتي الله يسلمك حبيبتي. هلا هلا.